عمود يروح برد هون وارض هون وكل شيء هون، بعد كل النهار بنكوي طيران فوق مني ليل نهار ما بتشوف نجاني كله عم يشوفك الحمد لله. هادي ان معناته اذا ما اليوم اجا سمعنا الطيران معناته في شيء ناقص. نحن عندنا لي طول الليل والنهار هيك الطياره 2 أو 3 سري. انا اسا بعدني ماني نايم والله، ماني نايم من الامكان من الليل، ورحت على السحور صليت وتسحرت ورجعت ورحت على شغلي على الارضيات وبعدني ماني نايم. وهيدي الارض وهيدي الطبيعه الحلوه وهيدا الجو الربيعي. قد ايش صارك بتسلقي؟ انا الي عمر يا قباري. هلا نحن عم نسلق علت، هلا على الموسم العلت والصيفي والشومر والسلق بصل اخضر نعناع. نحن برمضان بالشهر الفضيل بدنا نشتغل بدنا ناكل بدنا نطعم اولادنا، عنا عيال بدنا نطعميها، وين بدنا نروح وين بدنا نجي؟ مين بده يقيمك اكثر؟ اي بيت بياجرك وعندك عائله كبيره، ما حدا بياجرك. هذه هي. وهون حي الله عم ناكل من ثمرة الأرض الحمد لله. شو زارع هالسنة؟ ها؟ شو زارع هالسنة؟ زارع فول، زارع بزلة، زارع بصل، زارع سلق بقدونس، نعناع، وما الحمد لله. هذي الدجاجات كانوا 70 طير مع بط ووز، قام إجا من الضغط الصاروخ اتقتلوا. هذي اللي بعدهم كله مضروب بجنحه وإيده وإجره مضروبين. وبروح بجيب لهم اكل من شان صمود. يعني نحن بدك تكون بجنب الدجاج وبجنب الارض وبجنب الاهل بالصمود.